السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وفاسين وكل سنة وانتم طيبين. رجعت لكم يا جماعة في فيديو جديد. طبعا يا جماعة هوريكم دلوقتي في فيديو قديم ايام الغيال القديمة اللي قبل دي، ايام النش. ما كان بسم الله ما شاء الله كان في كده كام حمامة كنت بجريهم، كانوا بيقعدوا بالساعة والساعة ونص، ما كنتش بشوفهم هنا في المنطقة. فطبعا هوريكم الفيديو يا جماعة دلوقتي، وطبعا قبل ما تشوفوا طبعا اشترك في القناة وفعل زر الجرس. وفي يا جماعة في قناة بتاعت راجل محترم جدا جدا جدا، عايزكم تدعموها له يا جماعة. الراجل ده ما بيعملش فيديوهات كتير، بس الفيديو اللي بيعمله بيبقى فيه معلومة مفيدة جدا، وانتوا طبعا زي ما عودتكم تروحوا تتفرجوا على المحتوى، عجبكم هتلاقوا فيه معلومة اشتركوا عنده، بس هي مش كتر اشتراكات وخلاص. فطبعا يا جماعة هسيب لكم اللينك بتاعه في أول تعليق وفي صندوق الوصف، فطبعا روحوا اشتركوا عنده، راجل محترم جدا. فيلا بينا دلوقتي، يلا نتفرج على الفيديو، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ حشتوني. النهارده معناش الشبابات بنجهزهم ان شاء الله لرمي في التماسي. هاتهم كده يا زياد اهمك. دول سبعة. هاتهم كده يا زياد المراكن. هات المراكب، بص مفيش ولا مركب بيعاقبني ولا اي حاجه. الحمام الله اكبر واخد سكته واخد مجاله. هات لهم بقى البس في المراكب هناك يا امك، هات لهم زوم عليهم. ما شاء الله باينين نملة فيها، مش باينين خالص. اما الحمد لله بنتعب مع الحمامتين، هي المراكن عايز شغل جهد من غاوي. صل على النبي الحمدين رحمة، صل على النبي الحمدين من الجميع. وقف الفيديو دلوقتي وان شاء الله لما يجوا فوقينا. طبعا يا جماعة زي ما شفتم من الفيديو، طبعا هو ايه اللي كان بيصور، كان بيصور مش ما كانش يعني بيعرف يصور، كان مصوره يعني مش حلو. فطبعا يا جماعة هتلاقوا كان في كام حمامة برضك، هما كلهم سبع حمامات بس كانوا بسم الله ما شاء الله خربنا هنا في المنطقة. فكان فيديو بسيط كده على ايامه، يعني بصوا كان حاجة جميلة، فحبيت اوريها لكم ايام الغيال القديمة والكلام ده كله. طبعا يا جماعة لو عجبكم الفيديو، هو فيديو قصير بس فيديو جميل، لو عجبكم اشترك في القناة وفعل زر الجرس. كان معكم ميسي الصبحي، والسلام عليكم ورحمة الله.